السلام عليكم، مرحبا بكم. شاف رشيد فيديو ظريف وخفيف وصحي، شامبينيون معمر بالكفتة، وعندنا هنا يا الرز شوية ديال الكيسو غراتينا، وهي عندنا شابلو العطرية، وعندنا شوية الخضرة غتشوفوا معنا، والشامبينيون هذا هو اللي غنعمرو، والكفتة عندنا هنا مع التومة. شامبينيون غيتفتح بحال هاد الطريقة، هادشي ما غيترماش، غيتقطع مع الخضرة. غتشوفوا معنا دابا الطريقة، بقاو معنا. الطريقه اللي غنبداو بها بحال هاد الشي شامبينيون، غسلناهم، غنبقاو نفتحوهم بحال هاد الطريقه، هو ساهل بهاد الشكل. ومغسولين دابا هادو، غنخليهم بواحد وحدهم بحال هاد الشكل، ونقطعو الخضره. عندنا هنايا الشامبينيون ديالنا خوينا، قطعنا هذاك الشيء اللي خرجنا من الداخل، قطعنا الفلفله صغيره حمراء وشويه خضراء، عندنا هنايا القزبر، البصله، الثومه الحار، وشويه ديال القرعه قطعناها صغيره، بقاتنا غير المطيشه، من بعد غنقطعوها هي الاخرانيه. دابا غنشعلوا المقله ونديروا فيها شويه زيت الزيتون، غتسخن، ونبقاو نقليو هذا الشيء كامل مع اللحم ديالنا. بقاو معنا باش تشوفوا الطريقه. غنبداو بزيت الزيتون على الطريقه، نخليو المقله تسخن، وغنبداو بالخضره. نبداو بالحال الطريقه ديال دائما، الثومه هي الاولى والحار، والبصله والفلفل. ضروري نشحروا الاول الفلفله والثومه وهذاك الشيء كامل، باش لان اللحم ما كيحتاجش بزاف ديال الطياب، غير نص ديال الطياب مازال غيدوز في الفراغ، اما هادو خصو يتشحر مزيان. بحال هاد الطريقه كما كتشوفوا نشحروا مزيان، اما اللحم راه ما كيحتاجش بزاف ديال الطياب، حنايا نقصنا البوطا بالعانيه، لان اللحم كيدي غير نص ديال الطياب مازال غيدوز في الفراغ، اما هادشي خصو يتشحر مزيان. ملي غتشحر نص ديال الطياب غنرميو معاه القرعة. دابا غنزيدو المطيشه اللي قطعنا دابا هكا صغيره هكا بحال هاد الطريقه، اللي ما عندوش طري يقدر يستعمل عيشه ولا شي حاجه اخرى. المهم هو اللحم خصنا ما نديروش في الاول، لان بزاف ديال الناس كيسقسونا دائما في الكومنتات ولا في الريستورانت علاش زعما الكفته كتخرج يابسه، لان كيديروها في الاول. هذا غلط كبير، لان الكفته ما كدي والو، هذا خير 5 دقائق خصها تبقى دائما نص ديال الطياب الا غدوز في الفران، واخا ما دازش في الفران غنخليوها في الاخر، لان هي ما كديش بزاف ديال الطياب وكتبقى رطبه، اما الا درناها في الاول راه غتيبس غتولي قاسحه. جربوها هكا وغتشوفوا لا ديفيرونس يعني ديال المذاق ديال اللحم كيبقى رطب.
ملي كيكونوا وصل هذه الطريقه مشحر مزيان هنايا نقدروا نعمروا الشامبيون اللي قطعنا قبيل لانه هو ما كيدي بزاف كيديش حتى بزاف على الطريقه. وغنديروا حتى القزبر هو ما كيديش بزاف ومازال ما درناش الحب. نشوفوا دابا فوقاش غنديروا الحب ما كانش بزاف ملي كيوصل هاد المرحله هكا نشحر مزيان غنديروا الكفته ديالنا هاي قطعناها ملي كنوصلوا هذه المرحله نديروا التوابل يعني العطريه الحمراء شويه ما تكثروش عندنا هنايا سكينجبير على حسب المذاق اللي كيعجب لكم وشويه ديال الغزال وطبعا الملحه ما ننساوهاش هنايا واخا ما مخلطش مزيان ماشي مشكل لان من بعد غنخلطو مع الروز وغيتخلط مزيان يعني ماشي ضروري غير الماء ما نديروش مهم الماء ما غيتخلقش علاش لان غنعمرو به الا درنا الماء غيبقى يسير لبرا وصافي يعني المهم التعميره ما كيديرش فيه الماء غنوريكم يعني نفس الطريقه تقدر تعمرو به بودنجان تعمرو الفلفله تعمرو الماطيشه الخرشف اللي بغيتو نفس الطريقه وخا بارد عندكم في الثلاجه تعمروا به غدا ولا مول غدا ودخلوا في الفران ما يوقع له والو يعني يومين ثلاث ايام غنديروا شويه زيت الزيتون باش ما يلصقناش غير شويه ما نكثروش وغنديروا الرز اللي طيبناه قبيله في الماء طيبناه في الماء ها هو باش يبقى بارد ما بغيتش نطول عليكم الفيديو هذاك الشيء علاش طيبتو اللحم ديالنا اللي طيبناه بحال الطريقه بحال كيفاش كما كتشوفوا ما فيهش الماء لان التعمير ضروري ومازال غنزيدوا ليه شويه ديال الشابلو غنوريكم دابا الطريقه باش يجمع راسو مزيان بحال هذا الشكل ديال الشابلو ماشي بزاف ديروا يعني ديروا في الثلاجه ما يوقع له والو وتعمروا به نهارات اخرين بودنجار ولا الخرشوف ولا الماطيشار اللي كاين بيضه واحده غنديروا هنايا باش تعطي لا كونسيستنس يعني مزيان باش تعمرو من الاحسن الى طيبتو هكا ديرو في الثلاجه بلا البيض حتى تجيو تعمرو ديرو فيه البيضه وحده باش ما تبقى لكمش البيضه يعني ما طايباش وهي في الثلاجه يقدر يدير لكم بكتيريا انا وجدت لكم الشامبينيون هذا اليوم وجدت لكم شي فلفلات باش تعرفوا الطريقه باللي انا نفس الطريقه نقدر نستعمل الفلفله الماطيشه والشامبينيون واي حاجه اخرى للتعمير ندوزوا الفورماج ديالنا بحال هذه الطريقه واللي عنده مقطع عاود بحال بحال هنا درنا موزاريلا نتوما تقدروا ديروا اي فورماج اللي عندكم في الدار على الطريقه كما كتشوفوا ها الفلفله مقطعه خويناهم لداخل ونبقاو نعمروا بحال هذه الطريقه سهله على هذا الشكل ديروا لي الفرماج هكا بحال هذه الطريقه يدوزوا في الفرن بحال هذا الشيء من بعد غير غيهبط عليه الفرماج وغطيه في الفرن
شامبينيون نقول لكم الشامبينيون عاود على هذا الشكل. نتمنى كيبان لكم كل شيء بحال هذا الشكل. هادو راه كيعطيوها بحال ريستوران ديال الاسبانيوليين وليزيتاليان كيعطيوهم بحال مقبلات في الاول، حتى نتوما تقدر توجدوهم في الثلاجه توجدوا الاقامه ومن بعد تعمرهم على مينوت ودوزوهم في الفران وتعطيوها بحال يعني مقبلات في الاول بالماتيشا. تقدر تخلطوا ماتيشا الفلفله والشامبينيون والبندنجار اللي عندكم حسب يعني الشيء اللي عندكم في الدار. انا شات ليا شويه هنايا، دابا غنوريكم حتى الطريقه ديال البودنجار. عندي بودنجار وغنوريكم كيفاش كيجي بالبودنجار. ما كنتش انا فكرت غندير بودنجار، اما الا درت البودنجار هذا اللي غتخرجوا حتى هذا غتقطعوا وغدوزوا مع الخضره اللي درنا قبيله، ما غيترمى والو بحال هذا الشكل، غيتقطع بحال هذه الطريقه. البدنجرة تعمروا بحال هذه الطريقه. طبعا حتى هو ديرو ليه فرماش هكا بحال هاد الشكل وكيزين طبسي كيجي كلشي مزيان. كان غيجي النيشان هذاك هو البنجر اللي زدنا، غيجي نيشان. الفرماش تقطع سبحان الله. كيفاش كتشوفوا هو البنجر ديالنا هالفلفله وهالشامبينيون بحال هاد الطريقة. دابا غندوزوهم في الفران 180 درجة 15 دقيقة صافي وهما سالي كملوا. صافي هو خرجنا طاب بحال اللي قلنا 15-20 دقيقة. هذا هو الطبق النهائي كما كتشوفوا بحال هاد الطريقة. عندنا هنايا الشامبينيون الفلفلة اللي قلنا تقدر ديرو بحال الفلفلة هكا، وعندنا الأوباجين هي البدنجان بحال هاد الشكل. كيعجبو الحار طبعا. طبعا اللي عنده لاصوص في الدار يقدر يدير معاه لاصوص بحال هذه الطريقه. حنايا عندنا لاصوص يعني حلو حامض، اللي بغى يعرف الطريقه ديالو راه عندنا الوصفه يعني عندنا الفيديو كما عملناها راها في اليوتيوب يقدر يشوفها. ناتورالمون نقدروا نستعملوا اي صوص اخرى يعني اللي عندكم في الدار اللي موجوده بحال هذا الشكل. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى عجب لكم الفيديو، واللي عجبته الفيديو يخلينا الكومنتار ولايك بحال دائما والاشتراك طبعا، وحتى المره الجايه ان شاء الله. وغوتنا بيتيت وبالصحه والعافيه والى اللقاء.